سائل يسأل: تزوجت امرأة وأنجبت منها أولاد، ولكن تزوجت من خال زوجتي، ما تزوجتش من أبوها. ليه؟ لأن أبوها طلق أم زوجتي وهي صغيرة، وخالي ورفض ينفق عليهم، والخال هو اللي أنفق عليهم. فانتقاما منه الخال هو اللي جوز وما قالش عن أب أي حاجة. الجوازة دي باطلة، والراجل والست دول عايشين في الحرام، والأولاد دي أولادهم بس اسمهم أولاد نكاح بشبهة، ولكن هم عايشين في الحرام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والخال مش ولي إجماعا، الخال ده مستحيل يبقى ولي، الولي هو اللي بيورث. طيب إيه الحل؟ الحل إن أولا يحرم الراجل ده يلتقي بالست دي بعد كده ويتفرق بينهم. ثانيا نتصل بالأب ونقول له: في فلان عاوز يعقد على بنتك، وتعالى واعقد او وكل حد. لكن غير كده هم عايشين في الحرام. جزاهم الله خير.